السلام عليكم. حكام مستبدون وعالم بلا ألوان. أوباما يكشف تفاصيل مثيرة عن السعودية ومصر. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في مذكراته الجديدة أرض الميعاد عن تفاصيل مثيرة خلال زيارته للسعودية ومصر سنة 2009. وكتب في مذكراته حسب وكالة فرانس بريس أن زيارته للسعودية تركت انطباعا قاتما عنها وفصلها الصارم بين الجنسين والاعتراف الديني السائد فيها. وكتب أوباما أنه صدم من الشعور بالقمع والحزن الذي يولده مثل هذا المكان الذي يمارس الفصل، وقال: كأنني دخلت فجأة إلى عالم كانت فيه كل الألوان صامتة. كما كشف أن القصر الملكي حاول منحه مجوهرات فاخرة وقت زيارته. وحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية، فإن باراك أوباما يتذكر عندما سأل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في مأدوبة عشاء رسمية عام 2009 كيف تمكن من الحفاظ على منزله وزوجاته الاثنى عشر وأبنائه الأربعين وعشرات الأحفاد وأحفاد الأحفاد، وكان رد العاهل السعودي عليه: الأمر أكثر تعقيدا من سياسة الشرق الأوسط. وبخصوص مصر، كتب أوباما أنه بعد لقائه مبارك في 2009 أصبحت لديه انطباع سيصبح مألوف جدا في تعامله مع الحكام المستبدين المسنين، وهو أنهم منغلقون على أنفسهم داخل قصورهم، وكل تفاعل لهم يكون من خلال الموظفين المتعصبين الذين يحفظون بهم، كما أنهم غير قادرون على التمييز بين مصالحهم الشخصية ومصالح شعوبهم. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكراً.